لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أعلنت شركة بريطانية وشركة هولندية عن عزمهما للاستثمار في شمال المغرب بقيمة 40 مليون أورو من أجل افتتاح مصنعين متخصصين في المنتوجات البحرية. الأول سيكون في طنجة، في حين سيكون الثاني في مدينة الفنيدق. وحسب ذات المصادر فإن المصنع الأول سيتم إنشاؤه بالقرب من المصنع الحالي التابع لشركة كلاس بطنجة، وسيكون من الأهداف المسطرة لهذا المصنع هو معالجة 7000 طن من سمك القامرون، في حين سيتم إنجاز الثاني على مساحة تقدر ب 25000 متر مربع بالفنيدق. وقالت شركة سايكي سايفود البريطانية حسب الموقع المذكور أن الاستثمارين يهدفان إلى تقريب المسافة من أوروبا وتقليص مدة شحن المنتجات وتصديرها إلى القارة العجوزة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمملكة المغربية الذي لا يبعد عن القارة سوى بضع كيلومترات. وبالنسبة لشركة كلاس بول التي تشتغل بالمغرب وبالضبط في مدينة طنجة منذ سنة 1989، فإن هذا الاستثمار يعتبر بمثابة توسيع لأنشطتها داخل المملكة المغربية، مع العلم أنها تملك مصنع في طنجة تصل مساحته إلى 11000 متر مربع ويشتغل لديها 3500 شخص. وبخصوص المصنع الذي سيكون في مدينة الفنيدق، فإنه يدخل في إطار الاستثمارات التي تهدف إلى خلق فرص شغل بعاملة مضيق الفنيدق لتجاوز تداعيات إغلاق معبر باب سبتة المحتلة في وجه التهريب المعيشي الذي كان يشغل الآلاف من الساكنة. ومن المرجح أن يكون هذا المصنع في منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن منطقة شمال المغرب أصبحت منطقة جذابة للاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى عدد المناطق الصناعية الموجودة بها، إضافة إلى وجود منشآت لوجستيكية مرتبطة بالنقل والشحن مثل ميناء طنجة المتوسطة والقطار فائق السرعة ومزايا أخرى مرتبطة بالقرب الجغرافي من قارة أوروبا. كما يجدر الذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يرفع من الاستثمارات البريطانية في المملكة المغربية، حيث تبحث بريطانيا عن أسواق جديدة ومناطق جديدة للاستثمار، ويبقى المغرب من بين أبرز الوجهات المفضلة لقربه واستقراره. نشكركم على حسن المتابعة.